مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: الصلاة كما علمنا يسوع هي إصغاء إلى الله والتقاء معه. وزارة الخارجية الأردنية: الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين. ضمن إجراءات السلامة العامة: الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد جميع القديسين. الثلاثاء المقبل موعد الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 19. وفيها أيضاً رسالة قداسة البابا في الأخوة والصداقة الاجتماعية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوعي بموضوع الصلاة كما علمنا إياها يسوع، بأنها أولوية تتقدم على كل شيء، ففي الصلاة الثبات لنبقى أقوياء في حياتنا، وفيها أيضاً نجد مكاننا الصحيح في علاقاتنا مع الله وكل الخليقة. وأضاف قداسته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنطل صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في يسوع معلم الصلاة. قال: لجأ يسوع باستمرار خلال حياته العلنية إلى قوة الصلاة، فكان يختلي مراراً في أماكن منعزلة ليصلي. كلما ازداد انشغاله في احتياجات الناس ازداد شعوره بحاجته إلى أن يستريح في الله وفي حياته مع الآب. الصلاة هي الدفة التي كانت توجه رسالته، ومن صلاة يسوع يمكننا أن نتعلم كيف نصلي. الميزة الأولى في الصلاة أنها أولوية تتقدم على كل شيء، فبها نبدأ نهارنا، وإن قضينا يوما بدون صلاة تحول يومنا إلى أمر ثقيل. الصلاة هي إصغاء إلى الله والتقاء معه، وهذا اللقاء يساعدنا أن نتجاوز المشاكل والتجارب ويفتح لنا أفقا جديدا يوسع عقلنا وقلبنا. الميزة الثانية في الصلاة الثبات: إن داومنا على الصلاة حصل فينا تبدل تدريجي نحو الأحسن، وأصبحنا أقوياء في أوقات الضيق ووجدنا السند من قبل الله. الميزة الثالثة هي العزلة في الصلاة، لأن الله يكلمنا في الصمت، وفي الصمت نكتشف ذاتنا. الميزة الأخيرة هي أن الصلاة تساعدنا أن نجد مكاننا الصحيح في علاقتنا مع الله وكل الخليقة. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: علينا أن نعيد اكتشاف يسوع المسيح معلما للصلاة، فلنذهب إلى مدرسته حتى نجد الفرح والسلام. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo, apriamo il nostro cuore a Dio affinché possa purificarlo. Ricordiamo le parole del Signore riportate nel libro di Ezechiele: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e vi farò vivere secondo le mie leggi. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. عندما نصلي نفتح قلبنا لله لكي يطهره، لنتذكر كلام الله الوارد في سفر حزقيال: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل في أحشائكم روحا جديدا وأجعلكم تسيرون على فرائضي. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر.
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين، مشددا على أن هزيمته لن تتحقق إلا عبر تعرية عقائديته ودحر ثقافة الكراهية التي تغذيه. وأعرب الصفدي عن تعازي الأردن بضحايا العملية الإرهابية في فيينا والتمنيات للجرحى بالشفاء، مشيرا إلى أن المملكة كانت سباقة في مبادرات تعزيز حوار أتباع الأديان وثقافة الوئام والسلام والمحبة والعيش المشترك. كما دانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وشددت في بيان صادر استنكار المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار العالمي وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. على صعيد متصل، استنكرت الكنيسة الكلدانية الإساءة إلى الأديان وكافة أشكال العنف باسم الدين. وجاء في البيان الموقع من البطريرك الكلداني الكاردينال لويس رافائيل ساكو أن الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تدين كل أشكال الإساءة إلى الأديان والمس بالمعتقدات الدينية تحت أي ذريعة كانت، وأضاف: كلنا رجاء أن تبقى الأديان مصدر بركة ومحبة وسلام بين الناس وليس مصدرا للأصولية وبث الكراهية والعنف والإقصاء. وأعرب البطريرك الكلداني عن ثقته من حكمة المرجعيات الدينية في مواجهة التحديات التي تهدد العيش المشترك بين الشعوب. وفي موازاة ذلك، وجه غبطة بطريرك القدس للاتين بير باتيستيا باتسبالا برقية تعزية إلى أسقف أبرشية نيس في فرنسا المطران أندري مارسو غداة الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل كاتدرائية نوتردام وذهب ضحيته 3 أشخاص أبرياء. وقال غبطته في نص البرقية: نتحد معكم بالصلاة على نية أسر الضحايا ونشاركهم آلامهم ومعاناتهم، نسأل الرب أن يمنحهم عزاء الإيمان وللضحايا الراحة الأبدية. كما أدان غبطته الإرهاب والعنف بكل أشكاله، داعيا أصحاب الإرادة الصالحة إلى تكثيف حوار الأديان المبني على احترام الآخر. وأضاف في برقيته باسم أسرة البطريركية اللاتينية في القدس: نتقدم بتعازينا الأخوية الصادقة إلى جميع المؤمنين في أبرشيتكم، لا بل وإلى كل أفراد الشعب الفرنسي الذي ما زال يعيش تحت وقع هذه الصدمة المأساوية. أحيت كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في مدينة الفحيص عيد جميع القديسين في الأردن، حيث ترأس كاهن الرعية الأب عماد طوال قداساً إلهياً بهذه المناسبة بحضور شمامسة وخدام الكنيسة والراهبات وعدد محدود من المؤمنين. وبعد وصول موكب خدمة المائدة المقدسة سجد الكاهن والخدام أمام بيت القربان معلناً البركة الافتتاحية. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس الذي قرأت فيه التطويبات تحدث الأب الطوال عن هذا العيد المكرس للاحتفال بجميع القديسين في المملكة. كما ترأس كاهن رعية كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان الأب وسام منصور قداساً احتفالياً بمناسبة عيد جميع القديسين في الأردن، تلك القداسة التي هي أمل كل مسيحي ليلقى به الرجاء في الحياة الأبدية والجديدة، حيث شارك في القداس الذي أقيم بذات الكنيسة ضمن الإجراءات الصحية والسلامة العامة أبناء الرعية الذين رفعوا الصلاة بقلوب خاشعة من أجل الأردن والعالم مع الدعاء إلى الله أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء. تعالوا إلي جميعا أيها المراقون والمثقلون وأنا أريحكم. هللويا 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 هللويا. والكنيسة في الفترة الأخيرة لاحظت أنها عم تعلن كثير من القديسين اللي عاشوا بناتنا، وآخرهم القديس كارلو. شفنا كيف شاب صغير
عايش حياته، بحب الانترنت، عمل كثير شغلات بسيطة، وبالأخير الكنيسة رفعت صورته لا هو بثوب المناولة ولا بثوب الكهنوت ولا بثوب الرهبنة، وإنما ببدلة الرياضة، حتى تقول لك إنه أنت كمان بظروفك بحياتك بضعفك بخطيتك قادر كمان إنك تكون قديس، مش بهمتك ولا بتقواك، وإنما بقبولك لنعمة ودعوة القداسة اللي ولدت فيك من العماد وبتكبر فيك بنعم وعطايا ربنا اللي بتاخدها بالأسرار الإلهية، بتكبر معك يوم بعد يوم، لحظة بعد لحظة، ولكن القرار الأساسي عندك والقرار الأساسي في حياتك. أنا بدي القداسة، بدي أعيش القداسة أو ما بدي أعيشها، لأنه بالنهاية إذا بدك تكون قديس بدك تحط هذا الشيء مشروع بحياتك. كيف تقول أنا بدي أكون مهندس، بدي أكون طبيب، بدي أكون صيدلي، في هدف بدي أوصل له بحياتك، لازم تحط في قلبك أنا بدي أكون قديس. خلص حطيت الهدف، وكل ما في حياتي وكل ما بأعمالي، مش بالضروري فقط الصلاة، دراستي، أكلي، شربي، تسلايتي، كل ما في حياتي بيقودني إلى هذا الهدف، أنا بدي أكون قديس، انتهى. أنا حددت هدفي وقادر أستخدم الوسائل اللي بتوصلني لإله. خياري واختياري هو اللي بيخليني أنسى ضعفي، أنسى خطاياي، لأنه دائما الشيطان شاطر، كل ما بدك تبلش تحط إيدك على إجرك على الطريق وتبلش بهمة، بصير بذكرك، بشدك للماضي. هلأ صرت بدك تصير قديس، نسيت شو عملت، نسيت شو سويت، نسيت الخطايا الماضي تبعتك. لما بشدك للماضي بنسيك هدفك اللي انت ماشي لإله، بينما عمره المسيح ما شدك للماضي. المسيح دائما بنظره بأخذك للأمام، للص اليمين قال له اليوم تكون معي بالفردوس، ما قال له ليش انت على الصليب ولا ايش سويت بحياتك ولا ليش وصلت لهالمرحلة، قال له اليوم تكون معي بالفردوس، ما رجعوا للماضي. في لفتة كريمة زار الأب أنطوني دويهي مكتب نورسات في الأردن، وهو الوكيل البطريركي لنيابة البطريركية المارونية في القدس، واطلع من مديرة المكتب الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل على نشاط المكتب ورسالته الإعلامية الكنسية مع المجتمع المحلي ومع كافة العائلات الكنسية في الأردن وفلسطين والعالم العربي أجمع. وخلال زيارة الأب أدويهي تم تسجيل 3 حلقات خاصة معه للحديث عن المونسنيور الراحل بولس فغالي من الناحية الإنسانية والناحية الثقافية والأدبية وأهم المخطوطات والترجمات التي قام بها أثناء حياته. أبونا نحن لما استضفناك فكونك أنت كنت مرافقه وكمان عايش معه، نعم، وكنت ايضا انه مرافقه روحيه ومرافقه مهنيه لابونا بولس. بالنسبه لإلي ابونا بولس يلي توفى من حوالي الشهر، نعم، ما كان بس له تاثير علي، كان له تاثير على شعب اذا بدك، على مجموعه كتير كبيره من الكهنه. نعم. اولا، نعم، حوالي 1000 كاهن تعلموا على ايداه، وخاصة من خلال كتاباته ومن خلال ظهوره على نور السات. نعم. بلبنان كانت إطلالاته حقيقة بتدل إداه كان له تأثير كتير كبير بالتعليم اللي كان يعطيه واللي كان مميز. نعم. لأنه كان مشبع من كلمة ربنا، وبالنسبة له كلمة ربنا هي فوق كل شيء. يعني أبونا أنت رافقته مثل ما خبرتني تقريبا 20 سنة. نعم. 20 سنة. نعم. يعني مش بدك قليلة، هذه يعني من على العمر الأساس 20 سنة. هو أنا من شفت على الإكليريكية ولا بل قبل بسنة، أنا سنة 84 وقتها كنا بدنا نعمل معرض بقلب الرعية، فبيدلوني على أنه فيني جيب كتب من عنده، وقتها بلشنا بالعلاقة من وقتها. هو كان كمان شبينك إحنا بنسمي الشبين. نعم، عراب. العراب. العراب بكهنوتة. إيه، أنا إلي 26 سنة خوري. نعم. وكذا شهر. كذا كذا شهر، فكان هو عرابي. نعم. من 85 هو كان عم بيرافق الكهنة بالإكليريكيين، عم بيرافق الإكليريكيين يلي بدهم يصيروا كهنة، ف
زادت هالعلاقة معه. نعم. وهو بطبعه قريب للقلب يعني. كل إكليريكي كان ناطر على الباب يستقبل كل إكليريكي، كل واحد جديد يتعرف عليه وقرب يبوسه، وكل واحد قديم بيذكر اسمه وبيغمره وبيقول له شو كيف قضيت الصيفية، كم مخيم عملت، كم كتاب قريت، كيف كانت حياتك الروحية. دايما كان عنده هم كل إكليريكي، والشي يعني بيخلي الإكليريكي الطالب الإكليريكي متعلق بكنيسة ومتعلق بأبونا بولس يلي كان حقيقة مش بس مرشد، بي. نعم. بكل معنى الكلمة قادر يوصل لكل شخص الهدف اللي لازم يوصل له. نعم. وأيضا قام بتسجيل حلقة خاصة تم إهداؤها لمتابعي ومشاهدي صفحة لورسات مكتب الأردن ببث مباشر للحديث عن الألم والقداسة. يعني كما المسيح تألم وعبر إلى الحياة الأبدية، كمان نحن البشر، كمان نحن المؤمنين بيسوع بواسطة الألم نعبر مباشرة إلى الحياة الأبدية اللي نحن منسميها القداسة. نعم. فإذا الألم مع القداسة مرتبطين مع بعضهم كان من انطلاقة الكنيسة. نعم. هلأني لما شاف هالشعب المؤمن أنه ما عاد في اضطهاد أو خف كتير الاضطهاد من بعد ما أعلن الإمبراطور قسطنطين الدولة هي مسيحية أو أعطى الحرية. نعم. أساساً بالأدي دو ميلان أعطى الحرية للإنسان أن يعيش مسيحيته، وأعلن أنه الإمبراطورية هي مسيحية. ساعتها صار يفتشوا على طريقة تانية لا يعيشوا القداسة، وهون ما في أحسن من الألم. نعم. فكانوا يختاروا التنسك، العيش في البرارة مع مانطانوس الكبير. وصار في عدة مدارس، مثلا مانطانوس الكبير بمصر، منشوف مر يعقوب بالعراق، منشوف مرمرون بمنطقة سوريا. ومن جهتها قامت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لمكتب نورسات الأردن والأراضي المقدسة بإهداء الأب دويهي كتاب شجرة وصداقة، الذي يحتوي على توثيق كامل لجميع الزيارات البابوية للأردن والأراضي المقدسة لخمسين عاما مضت. يتوجه يوم الثلاثاء المقبل الناخبون ممن يحق لهم الاقتراع ضمن السن القانوني للإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس النواب 19، حيث سيخوض المعركة الانتخابية 1674 مترشحا من بينهم 360 مترشحة ضمن 294 قائمة للتنافس على 130 مقعدا بمجلس النواب. ويشار أن عدد المترشحين المسيحيين لانتخابات الدورة القادمة بلغ 79 مترشحاً ومترشحة موزعين على 8 محافظات، وهي العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبة وإربد والكرك وعجلون. وفي ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنه سيتم إجراء حظر شامل بعد ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات وحتى صباح الأحد الخامس عشر من تشرين الثاني، ليتم وقتها القيام بوقفة على الوضع الوبائي. باشرت مديرية الآثار بمحافظة عجلون العمل على تأهيل وصيانة موقع مار الياس الأثري للحفاظ على قيمته التاريخية والدينية والأثرية. وصرح مدير آثار المحافظة الدكتور إسماعيل ملحم أنه تمت المباشرة بالمشروع، والذي يشمل صيانة الأرضيات الفسيفسائية والجدران وعمل لوحات إرشادية بهدف توفير مناطق سياحية آمنة للزوار. وأوضح ملحم أن التكلفة المالية لأعمال المشروع خصصت من موازنة وزارة السياحة والأثار لتشمل أيضا ترميم المواقع الأثرية في المحافظة وإنشاء صالة عرض للمقتنيات والصور والقطع الأثرية المكتشفة في عجلون. رسالة قداسة البابا في الأخوة والصداقة الاجتماعية كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من المونسنيور الدكتور خالد العكشة مدير مكتب العلاقات مع الإسلام في الفاتيكان، والمونسنيور يؤنس لحظي جيد الدبلوماسي الفاتيكاني المحنك، حيث شرح الضيفان كل ما جاء في الرسالة البابوية حول الأخوة والصداقة الاجتماعية. فإلى هناك اسمح لي بأن أشير إلى الأمر التالي.
الواقع أن الرسالة الأولى لقداسة البابا فرح الإنجيل هي كما اعتادها الأحبار الأعلمون أن يصدروا رسالة وكأنها برنامج لحبريتهم. الرسالة الثانية كانت حول البيت المشترك أي العالم الذي نعيش فيه لوداتوسي لتكون مسبحا، وهي كلمات مستوحاة كما هو الحال بالنسبة للنص الحالي مستوحاة من القديس فرانسيس. إذن فرح الإنجيل الرسالة الثانية هي البيت المشترك، والرسالة الثالثة في هذا البيت المشترك نحن الأخوة. عمل الكرسي الرسولي من المهم يعني أن أفتح قوس هنا، التكامل بين عمل الكرسي الرسولي ككنيسة مركزية وبين النشاط وجهد الكنائس المحلية. إذن هذه قضية في غاية الأهمية. الكنيسة الجامعة لا تعمل ولا تحاول ولا تفكر بأن تأخذ دور الكنائس المحلية، ولذلك نحن نتكامل على صعيد الكنائس المحلية والكنيسة المركزية. جميل والكنيسة جميل. الجامعة. إذن طبعا هذه مبادرة كبيرة، مبادرة قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر، ولكنها ليست لحسن الحظ يعني الجهد الوحيد الذي يقوم به قداسة البابا والكرسي الرسولي، وبخاصة من خلال المجلس البابوي والحوار بين الأديان. علي أن أشير هنا أيضا إلى دور الدبلوماسية الفاتيكانية في حل السلام وفي حل الصراعات وفي دفع موضوع الأخوة الإنسانية قدما. وطبعا كعمل دبلوماسي لا يظهر دائما على العناوين أو على الساحة المرئية، ولكنه عمل صامت وعمل دؤوب، وكثيرا ما يأتي به بمفاجآت وبنتائج، مثلا التي قام به قداسة البابا في الوساطة بين كوبا والولايات المتحدة وغير ذلك. بالنسبة لنا في المجلس عندنا مبادرات كثيرة، عندنا شركاء كثيرون مثلا رابطة العالم الإسلامي في السعودية، الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، عندنا شراكة مع إيران أيضا، وطبعا هناك شراكة مع الأزهر، وهذه مبادرات يعني شراكات ثنائية، ولكن نحن نشارك أيضا في مبادرات أخرى، مثلا المبادرة الكازاخستانية للحوار بين الأديان كنا شركاء فيها منذ البداية، مركز الملك عبد الله للحوار الثقافات وأتباع الأديان كنا شركاء فاعلين منذ البداية، وهذا إذا صح القول غيض من فيض. حقيقة الأخوة الإنسانية ورسالة البابوية الأخيرة كلنا إخوة اللي عملها قداسة البابا في الأخوة والصداقة الاجتماعية كلها دعوات تؤكد أنه في عالم ممزق وحيث التناحرات والصراعات ما أحوجنا إلى الأخوة. يمكن لو الكورونا فيروس كان في شيء إيجابي هو أنه خلانا نفهم أن المرض وأن الموت وأن الألم لا يفرق بين البشر، فهذا الفيروس أصاب الأغنياء والفقراء، أصاب الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما، أصاب الكبار والصغار، الرجال والنساء، لم يفرق، وفي عدم تفرقته أكد لنا أننا جميعا متحدين كإخوة. عشان كده وثيقة الأخوة الإنسانية ورسالة البابوية الأخيرة كلنا إخوة هي دعوة جديدة
لأن نتحد في إنسانيتنا، في كوننا إخوة في الإنسانية، لأننا في الاتحاد يمكننا أن نعبر هذه الأزمات. نعم. تاريخنا مليان، تاريخ البشرية مليان بالصراعات وبالحروب، لأنه كل واحد أو كل ديانة كمان كانت ترى في الآخر عدو وتسعى لهزيمته، بينما رسالة القديس فرانسيس الأسيزي ورسالة السيد المسيح والرسالات البابوية الأخيرة كلها في اتجاه أننا تعبنا من الصراعات، وأن الصراعات لا تولد إلا مزيد من الصراعات والحروب، وأننا جميع حاجة إلى أن نتوقف وإلى أن نرى أن الصراعات لا يمكن لها أن تجعل حياتنا أفضل، بل بالعكس. عشان كده رسالة البابا الأخيرة كأنها رسالة نبوية جاءت قبل هذه الأحداث التي نحيا فيها، لتدعو الجميع للتعقل وللتفكير وللتأمل. فما فائدة أن نصب البنزين على الغاز وأن نؤجج الصراعات وأن ندعو إلى مزيد من الانتفاضات؟ هل هذه الصراعات التي حدثت في التاريخ ولدت سلام، ولدت رخاء، ولدت تعاون؟ بالعكس، كأننا لا نريد أن نتعلم الدرس، وكأننا نعيد دائما نفس الأخطاء. عشان كده دعوة قداسة البابا وكمان وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها بشجاعة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا في دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط في أول زيارة حبرية لحبر أعظم في منطقة الجزيرة العربية، كلها دعوة لنا اليوم وللإعلاميين وللكهنة وللمسؤولين ولرجال الدين من كل الديانات للتوقف والتمهل والتعلم، لأن الشر لا يمكن الانتصار عليه بمزيد من الشر، أن المحبة هي الطريق الوحيد لهزيمة هذه الدعوات التي كما قلت تمثل صب البنزين على النيران المشتعلة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بطريركية القدس للاتين تقدم التعزية لأبرشية نيس الفرنسية بشهدائها. ضمن إجراءات السلامة العامة، الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسين. الثلاثاء المقبل موعد الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 19. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.